تضيف لجنة التعليم النيابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لمناقشة تعيين حملة الشهادات العليا. وقال عضو اللجنة مقدام الجميلي إن اللجنة لديها ملفات عدة تسعى إلى إنهائها، منها تعيين حملة الشهادات العليا، لذلك ستتم استضافة وزير التعليم في اللجنة مع الكادر المتقدم في الوزارة لمعرفة آلية الوزارة وخططها المستقبلية واستعداداتها بخصوص تعيين حملة الشهادات. لافتا إلى أن اللجنة شرعت قانون التعليم المسائي الذي سيوفر أكثر من 85 ألف درجة وظيفية عبر تعيين حملة الشهادات العليا في الدراسة المسائية. رجحت هيئة الأنواء الجوية مرور البلاد بطقس شديد الحرارة حتى مساء الخميس المقبل، فيما حددت المناطق المشمولة بموجة الحر الجديدة التي ستبدأ ابتداء من الاثنين. الهيئة أوضحت أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سترتفع الثلاثاء في المنطقة الشمالية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في المنطقة الجنوبية لمدة 3 أيام إضافية، مبينة أن طقسي الأربعاء والخميس المقبلين سيكونان مشابهين لطقس الثلاثاء في جميع المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية التي سيتواصل فيها الارتفاع بدرجات الحرارة.